بمجرد انتشار لعبة كاونتر سترايك 2 على يد شركة فالف، ففي ليلة وضحاها تجاوز عدد اللاعبين المتزامنين للعبة 1,000,000 لاعب. وكان الإقبال بقدر، حيث قررت الشركة ومن أجل الحؤول دون بروز مشاكل في السيرفرات أن تزيد من استيعابها في بعض المناطق، وأن تعلن أن مشكلة الدخول إلى اللعبة إنما كانت بسبب امتلاء السيرفرات. لكن إلى جانب هذا الإقبال اللافت، لم تخلو اللعبة من إشكالات سوف نتطرق إلى بعضها في هذا الفيديو من أريوم. تعتبر كونتر سترايك 2 تحديثاً مجانياً للعبة كونتر سترايك جلوبال أوفنسيف، ما يعني أن جميع ميزات اللعبة قد انتقلت إلى النسخة الجديدة، مع ذلك فإن فالف قامت بتغييرات وتعديلات في جوانب عديدة، منها الإنارة وتحديثات فنية بماكينة سورس 2 إلى جانب نظام التصنيف للمهارات الجديدة وأمور أخرى. من التغييرات الأخرى بكاونتر سترايك 2 هو إصلاح جوهري بنظام قنابل الدخان وتغييرات أخرى في عملية السباق. الآن يمكن مواصلة اللعب في 24 مرحلة، وفي حين يتساوى الفريقان بالنقاط ستضاف 6 مراحل إلى الفريقين. مع ذلك لم تخلو اللعبة من إيرادات، وسرعان ما توالت عليها موجة من الانتقادات، فقد تم حذف حالتي أرمز ريس ودانجر زون من الجزء الثاني لكونتر سترايك بالكامل. أيضا تم تقليص خرائط حالتي وينجمان وهوستيج بشدة مقارنة بالنسخة السابقة. كذلك ليس هناك من أثر للنسخة الخاصة بمنصة ماك، ما حال دون وصول الكثير من اللاعبين إلى اللعبة، كما أن العديد ممن يلعبونها على الويندوز يشكون من قفزات بالصورة خاصة حين تصفية الأعداء. كونتر سترايك 2 بها الكثير من العيوب، لكن لو تأخر إصدارها قليلا لحققت نجاحات أكثر، لكن مع كل ذلك ما زالت تتمتع بميزات مثل تحسين استجابة السيرفرات والتعديلات في خرائط اللعبة وتحسن دخان القنابل. كل هذه وغيرها حافظت على جذابية عملية اللعب، ما يشكل سبباً يدفعنا لنجرب هذه اللعبة.